لما يصبح الاقتتال بين الملوك على العروش ويصبح سعينا بأجل ملء الكروش ونواصل الأزمان والأوقات لتعبئة وجلب القروش فعندها لن نتفاجأ في إعلان القدس عاصمة لليهود. حينما يصبح بأسنا بيننا شديد وتتحول الخطابات والتصعيدات فيما بيننا للتهديد والوعيد ونتعامل مع بعضنا البعض بالنار والسلاح والحديد فلن نتعجب عندها حينما تعلن القدس عاصمة اليهود. حينما نجد أن السجون قد ملئت بالعلماء وأجبر من لم يسجن منهم على السكوت فكممت أفواه الحكماء وكسرت أقلام العقلاء والأدباء والبلغاء فعندها سنتأكد ولن نستبعد أبدا من أن تعلن القدس عاصمة اليهود. حينما نجد أن الآية قد قلبت فأصبحنا أشداء على المسلمين رحماء على الكفار وأصبحت جيوش الأمة الإسلامية لا تتحرك إلا على شعوبها وأصبحت أسلحة المسلمين لا تقتل إلا أبناء جلدتها وأفرادها فعندها سنتأكد أنه لن نجد صوتا يعارض حينما يقال أن القدس ستكون دولة ليهود. حينما نجد شباب الأمة الإسلامية من إخواننا وأهلنا قد أقبلوا على المخدرات فأصبحت المخدرات في الوطن العربي أكثر من 10% يتعاطون المخدرات فعندها لن نستبعد أن تكون القدس عاصمة اليهود. حينما يصبح أكبر هم أحدنا أخبار اللاعبين والمغنين والمطربين والممثلين يدور بفلكهم حيث دار فهمه الكرة يعيش لأجلها ويحيا لأجلها ويسبح بحمدها بكرة وأصيلة لن نستبعد هذا القرار. قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم يعني أن تجتمع عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أنتم يومئذ كثير 1,600,000,000 مسلم بل أنتم يومئذ كثير 23% من سكان الكرة الأرضية تقريبا ربع الكرة الأرضية من المسلمين بل أنتم يومئذ كثير عندنا عند الدول العربية أسلحة عابرة للقارات ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة والعينة نوع من أنواع الربا إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع رضيتم بالدنيا واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد. حينما قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله إن لم يكن عندك إعداد وإن لم يكن عندك قوة إيمانية في جيش رايته التكبير معتمد على الله أولا وآخرا فلن يهابك أحد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ليعلنوها عاصمة اليهود. نعم ليعلنوها فإن هذه الأرض التي يتسارعون لإعلانها عاصمة لهم ورب الكعبة ستكون قاصمة لهم ورب الكعبة سيذبح المسلمون يهود في هذه البلاد بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى ينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله وإنا على يقين من هذه اللحظة ونسأل الله أن يستخدمنا ولا يستبدلنا اللهم آمين حتى نحقق هذا الوعد.